فريق الاتحاد السكندري حقق الفوز على انبي بنتيجة 2-1 في المباراة لجامعتهم على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 15 لبطولة الدوري المصري. بالنتيجة دي بيرتفع رصيد الاتحاد السكندري للنقطة 23 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، وتجمد رصيد انبي عند النقطة 26. فريق مودرن فيوتشر فاز على فريق الهلال الليبي بنتيجة 5-0 في المباراة لجامعتهم على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الجولة 6 والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. بالنتيجة دي ضمن فيوتشر التأهل على دور الثمانية ببطولة الكونفدرالية بعدما وصل للنقطة 11 في المركز الثاني خلف اتحاد العاصمة الجزائري المتصدر برصيد 13 نقطة، ويأتي الهلال الليبي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط. فريق مانشستر سيتي حقق الفوز على مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 في الديربي الذي أقيم على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبكده بيحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة خلف ليفربول صاحب الصدارة، وبيحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 44 نقطة. فريق أتلتيكو مدريد فاز على ريال بيتيس بنتيجة 2-1 في مباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الإسباني. بالنتيجة دي بيتواجد فريق أتلتيكو مدريد في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، والريال بيتيس في المركز السادس برصيد 42 نقطة. نادي باير ليفركوزن فاز على نادي كولين بنتيجة 2-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الألماني. بالنتيجة دي بيتواجد فريق باير ليفركوزن في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 64 نقطة، وفريق كولين في المركز 16 بجدول الترتيب الدوري الألماني برصيد 17 نقطة. فريق نانت الفرنسي خسر أمام فريق ميتزا بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم ضمن مباريات الجولة 24 من منافسات الدوري الفرنسي ممتاز، وبكده بيحتل المركز 13 فريق نانت في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 25 نقطة، وميتزا في المركز 17 وقبل الأخير في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطة. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لجمعنا وشاذلي علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا.